بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 16. أن يخبروه بأسماء الأشياء، فلم يستطيعوا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، لما عجزوا عن الجواب أمر الله آدم أن يجيب عن هذا السؤال، أنبئهم بأسمائهم أي أخبرهم بأسماء الأشياء على وفق ما علمه الله سبحانه وتعالى. فلما أنبأهم بأسمائهم ظهر بذلك فضله على الملائكة، فضله بالعلم. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. الله سبحانه وتعالى علم من آدم عليه السلام ما له من الفضل والعلم، وأظهر ذلك على الملائكة فاعترفوا له بالفضل والمكانة عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه أراد أن يظهر قدر آدم ومكانته فأمر الملائكة بالسجود له. وإذ قلنا أي واذكر يا محمد، اذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وهذا السجود عبادة لله سبحانه وتعالى. السجود في الأصل الخضوع، وأبلغه وضع الجبهة على الأرض، هذا هو السجود. وهو ينقسم إلى قسمين: سجود عبادة، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، والنوع الثاني سجود تحية، وهذا كان جائزا في الشرائع السابقة. سجود التحية كان جائزا في شرع من قبلنا، ولكن في شرعنا منع السجود مطلقا، سجود العبادة وسجود التحية، فنسخ ما كان من قبل. ولذلك لما جاء معاذ رضي الله عنه من الشام ورأى الناس يسجدون لملوكهم ومعظميهم، أراد أن يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: كان الناس يسجدون لملوكهم ومعظميهم، فأردت أن أسجد لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فمنع صلى الله عليه وسلم السجود له، فدل على أن هذا الأمر لا يجوز، سجود التحية أو الركوع والانحناء للمخلوقين لا يجوز، هذا لا يجوز إلا لله. الركوع وهو الانحناء والسجود هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. لكن السجود لآدم هو عبادة لله، لأن الله أمر به، وهو إكرام لآدم عليه السلام، عبادة لله
وإكرام لآدم. فسجد الملائكة، سجد الملائكة لأنهم يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالملائكة ليس عندهم اعتراض على أوامر الله سبحانه وتعالى. وكل مؤمن، كل مؤمن من أول الخلق إلى آخرهم لا يعترض على أوامر الله سبحانه وتعالى، الواجب الامتثال. فإذا أمر الله بشيء وجب امتثاله بدون اعتراض أو سؤال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمرنا الله أن نطوف بالكعبة فنطوف بها عبادة لله سبحانه وتعالى وليس عبادة للكعبة. أمرنا الله أن نستلم الحجر الأسود ونقبله فنحن نقبله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وليس ذلك عبادة للحجر، وإنما هو عبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالأمر اتباع، اتباع لما شرع الله سبحانه وتعالى. ولا يسع الملائكة ولا يسع بني آدم ولا يسع الجن والإنس إلا أن يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، سواء ظهرت لهم الحكمة أو لم تظهر لهم. هذا هو الإيمان، وهذا هو العبادة، لأنك عبد مأمور. فإذا أمرك الله بأمر وجب عليك الامتثال. فلهذا سجد الملائكة عليهم الصلاة والسلام كلهم أجمعون امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، سجدوا لآدم لما أمرهم الله بذلك. إلا إبليس وهو الشيطان لعنه الله، كان إبليس كان مع الملائكة وكان يعبد الله واشتهر بالعبادة في السماء مع الملائكة، لكن كان عنصره خبيثا. إبليس مخلوق من النار والملائكة مخلوقون من النور كما جاء في الحديث الصحيح. فلما جاء الامتحان وهو الأمر بالسجود لآدم، هذا امتحان للعباد للملائكة ولإبليس. فأما الملائكة فامتثلوا أمر الله وسجدوا، وأما إبليس فامتنع. وهكذا إذا جاء الامتحان فإن الناس يختلفون ويفترقون، فمنهم مؤمن يمتثل أمر الله ومنهم كافر يعصي الله ويفسق عن أمر ربه. هذا من الامتحان. إلا إبليس أبى أن يسجد لآدم، وهذا ليس معصية لآدم وإنما هو معصية لله سبحانه وتعالى. أبى،
ولا يليق بعبد أن يأبى على أوامر الله سبحانه وتعالى. كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة الله عز وجل. واستكبر، أعجب بنفسه واحتقر آدم، أعجب بنفسه واحتقر آدم، فحمله الكبر على معصية الله سبحانه وتعالى. هذا فيه آفة الكبر، والكبر والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب. التكبر على أوامر الله والتكبر على عباد الله كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يحمل صاحبه على الكفر، كما حمل إبليس على أن كفر بالله بسبب الكبر، أبى واستكبر. والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وبطر الناس احتقار الناس، هذا هو الكبر. فإبليس بطر الحق يعني رد أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه التحذير من الكبر، وأن الإنسان لا يتكبر بل يتواضع لله عز وجل ويخضع لأوامر الله، وكذلك لا يتكبر على عباد الله لأنه عبد مخلوق. كيف يتكبر وهو عبد ضعيف، عبد مخلوق وليس له ميزة على غيره من الناس حتى يتكبر عليهم؟ ولكن هذا أول ذنب عصي الله به، وهو الكبر والعياذ بالله. فهذا يدل على قبح الكبر، وليس هذا خاصا بإبليس، بل هذا عام في كل مستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشرب بيده الشمال، بيده اليسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بيده اليسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. فالكبر آفة عظيمة قد تحمل صاحبها على الكفر، كما حملت إبليس على الكفر، وقد تحمل صاحبها على الفسق والمعاصي، فهو آفة عظيمة وخلق ذميم. يجب على المسلم أن يحذر من الكبر وأن يستعيذ بالله من الكبر. أبى واستكبر وكان من الكافرين، كان من الكافرين أي إبليس. قيل معناه كان من الكافرين أي أن أصله خبيث وعنصره خبيث، والله يعلم ذلك منه. فهو امتنع عن السجود لآدم لأن عنصره خبيث وأصله خبيث، كان يعني فيما مضى في الباطن، والله يعلم ذلك منه، وأما في الظاهر ف
فإنه كان يتعبد في أول الأمر، لكن كان في الباطن خبيثا، فلما جاء الامتحان ظهر خبثه والعياذ بالله. هذا معنى. والمعنى الثاني أن كان بمعنى صار، كان من الكافرين، يعني صار بامتناعه من السجود صار من الكافرين، فدل على أن من امتنع من أمر الله اعتراضا على الله، من امتنع من أمر الله اعتراضا على الله أو استكبارا عن أمر الله أنه يكفر. أما إن ترك أمر الله لشهوة في نفسه أو غرض من الأغراض لم يمنعه الكبر ولا الاعتراض على الله، وإنما غلب عليه شهوة أو غلب عليه طمع دنيوي، فهذا لا يكفر، لكنه قد يفسق، يكون فاسقا وقد يكون عاصيا بحسب ما يتلبس به ويتصف به. فإذا ترك أمر الله إن كان احتقارا لأمر الله وعدم خضوع الله فهذا كافر، كما حصل من إبليس. وإن كان يحترم أمر الله ويعتقده ولكن غلبه الهوى أو الشهوة أو الطمع مع اعتقاده أنه مخطي وأنه عاصي، فهذا لا يكفر، لكن يكون إما فاسقا وإما عاصيا. وعلى كل حال فلا تجوز مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، بل الواجب على المؤمن أن يمتثل أمر الله عز وجل. هذا موقف إبليس مع أبينا آدم واحتقاره له واستكباره عليه، حمله ذلك على أن كفر بالله عز وجل فلعنه الله وأبعده من رحمته، قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هذه عاقبة مخالفة أمر الله، وهذه عاقبة الكبر والعياذ بالله. وقلنا يا آدم، هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لآدم وتشريف له أن الله كلمه وخاطبه بكلام سمعه آدم، فهذا فيه وصف الله جل وعلا بالكلام، وأن الله يتكلم إذا شاء ومتى شاء كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفيه فضل لآدم حيث كلمه الله سبحانه وتعالى وخاطبه وقلنا يا آدم. وآدم كما في الحديث نبي مكلم، يعني كلمه الله سبحانه وتعالى، اسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة في الأصل البستان الملتف بالأشجار النضرة، سمي جنة لأنه مجتن بالأشجار، والاجتنان هو الاستتار، ومنه الجنين لأنه مستتر، ومنه الجنة التي يتخذها المقاتل لأنها تستره عن السلاح. فالجنة سميت جنة لأنها مستورة بالأشجار العظيمة الملتفة. أسكن أنت وزوجك، زوجك حواء، لأن الله لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام خلق زوجه منه
وخلق منها زوجها. خلقت حواء من آدم، أي من ضلعه كما في الحديث. والله قادر على كل شيء، خلق آدم من تراب وخلق حواء من آدم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق سائر الناس من أم وأب. والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، خلقها ليسكن إليها، يعني يستأنس بها، يسكن إليها أي يستأنس بها. وهكذا الزوج يستأنس بزوجته، والزوجة تستأنس بزوجها. أسكن أنت وزوجك الجنة، أباح الله له أن يسكن الجنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، خلقها وأعدها للمؤمنين، خلقها وأعدها سبحانه للمؤمنين، كما أنه خلق النار وأعدها للكافرين. فالله أكرم آدم بكرامة أخرى، أكرمه أولا بخلقه بيده سبحانه وتعالى، خلقه بيده سبحانه وتعالى، وثانيا أكرمه بأن علمه أسماء الأشياء، خصه بالعلم وامتاز بذلك على الملائكة، وأكرمه ثالثا بأن أمر الملائكة أن يسجدوا له احتراما وتعظيما له، وأكرمه أيضا بأن قال له أسكن أنت وزوجك الجنة. إبليس لعنه وطرده، وأما آدم فأكرمه وأسكنه جنته. وما ضره إبليس بحسده وكبره، ما ضر آدم. وهكذا الحاسد لا يتمكن من إزالة نعمة الله إذا أنعم بها على عبد، ولكنه يضر نفسه بالحسد، كما قال الشاعر: دع الحسود في كمده لهيب النار في كبده. يعني الحسود إنما يضر نفسه، لأنه لا يرتاح أبدا وهو يرى نعم الله على عباده، بل يكون في قلق وفي هم وغم مما يرى من فضل الله على عباده، وهو لا يقدر على منعه. هكذا الحاسد إنما يضر نفسه. فآدم لم يضره حسد إبليس وكبر إبليس، بل أكرمه الله وقال له أسكن أنت وزوجك الجنة. قال بعض المفسرين هذا فيه إشارة إلى أنه لن يستمر في الجنة، قوله أسكن هذا يشعر بأنه سينتقل منها، لأن الإنسان إذا سكن في دار أو سكن في بيت فلا بد أن يرحل منه، لا بد أن يرحل منه، فالسكن شيء مؤقت، شيء مؤقت. أسكن أنت وزوجك حواء الجنة، وهذا أيضا فيه نعمة من الله على آدم، حيث جعل معه زوجة ليسكن إليها ويتآلفان. لم يقل أسكن الجنة، بل قال أسكن أنت وزوجك الجنة،
هذا من إتمام نعمة الله على آدم، حيث جعل معه زوجه ليستأنس بها وتستأنس به. وكلا منها حيث شئتما، كلا من ثمارها وأشجارها وما فيها من الطيبات، وكلا منها وكلا من حيث شئتما، من حيث شئتما. لم يقيده بنوع خاص مما في الجنة، بل أباح له أن يأكل من جميع ما فيها إكراما له وإتماما للنعمة عليه رغدا. والرغد الهني، رغدا يعني هنيئا، وفي قراءة رغدا أي هنيئا طيبا. ولا تقربا هذه الشجرة، أباح لهما أن يأكلا من كل ما في الجنة مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الطيبات والملذات، إلا شجرة واحدة. هذا من باب الامتحان. الآن جاء الامتحان لآدم عليه السلام، جاء الامتحان لآدم وزوجه، حيث إن الله حرم عليهما شجرة من شجر الجنة ومنعهما من أكلها امتحانا لهما. ولم يقل لا تأكلا، قال ولا تقربا، وهذا أبلغ من النهي عن الأكل منها، لأن النهي عن القربان يقتضي منع الأكل ومنع الوسائل التي تفضي إليه. ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة معينة اختلف العلماء في تعيينها، منهم من قال إنها شجرة الكرم يعني العنب، ومنهم من قال إنها السنبل سنبل الحنطة، ومنهم من قال إنها التين، ومنهم من قال إنها الزيتون، أقوال، ولكن الله لم يبينها. فالذي ينبغي أننا لا نبحث عن نوعها لأن الله لم يبينه، إنما المراد أنه منعهما من شجرة معينة امتحانا لهما. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، لأن من عصى الله فهو ظالم، ومن خالف أمر الله فهو ظالم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، وهو ثلاثة أنواع كما قال العلماء. النوع الأول ظلم الشرك، وهذا أعظم أنواع الظلم، قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. النوع الثاني ظلم الناس، كون الإنسان يظلم الناس ويتعدى عليهم في أموالهم في أعراضهم في دمائهم، هذا ظلم، ظلم للناس لا يجوز. النوع الثالث ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، فكل عاص لله فإنه ظالم لنفسه، لأنه ضرها ووضعها في غير موضعها، ولا يضر الله شيئا، إنما يضر نفسه ويظلم نفسه، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمن عصى الله فإنه لا يضر الله وإنما يضر نفسه،
ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين لمخالفة أمر الله عز وجل. ومن خالف أمر الله وعصى الله فهو ظالم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. عند ذلك دب إبليس عليه اللعنة، دب من آدم وأراد أن يوقعه في الإثم والمعصية انتقاما من آدم، كما قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. فهو أراد أن ينتقم من آدم، فوسوس له، وسوس لآدم في أن يأكل من هذه الشجرة، وأنها شجرة طيبة، وأنها لا مانع له من أكلها، فأغواه وزين له ووسوس له حتى أوقعه في المعصية. تعرض له بالوسوسة أو بأي وسيلة، المهم أنه حاول مع آدم، قال: هل أدلك على شجرة الخلد؟ يمدح هذه الشجرة: وملك لا يبلى، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، يعني حلف لهما: إني لكما لمن الناصحين. ما تظاهر بالخديعة والضرر، وإنما تظاهر لهما بالنصيحة والمنفعة. قاسمهما بل حلف: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور والعياذ بالله: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها، أزلهما يعني أوقعهما في الزلل والمعصية والمخالفة لله، لأمر الله عز وجل. عنها، الضمير عنها، قيل الجنة، وقيل أزلهما يعني أزالهما عن الجنة، يحاول إخراجهما من الجنة، لأنه يغيظه أن يرى آدم وحواء في الجنة، فأراد أن يخرجهما من الجنة. وسوس لهما الشيطان، أزلهما، تفسرها الآية الأخرى: فوسوس لهما الشيطان. إذن معنى أزلهما يعني وسوس لهما ووقعهما في الزلل وهو الخطأ، فأزلهما الشيطان عنها، يعني حاول معهما حتى سلبهما هذه النعمة العظيمة. عند ذلك قال الله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها وقلنا يا آدم، وقلنا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، يعني من الجنة. ترتب على المعصية العقوبة، وهي إخراجهما من الجنة، وهذا الذي يريده الشيطان، فهذا فيه التحذير من طاعة الشيطان، هذا تحذير لبني آدم. الله قص علينا قصة أبينا آدم وموقف الشيطان منه من أجل أن نحذره: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. موقفه معنا مثل موقفه مع أبينا، هو عدو لنا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أزلهما الشيطان عنها فأخرجهما
مما كان فيه. هذه نتيجة المعاصي ونتيجة المخالفات، أنها تزيل النعم والعياذ بالله، تزيل النعم وتسبب حلول النقم، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا، اهبطوا، الهبوط هو النزول من أعلى إلى أسفل، أهبطهما من الجنة في السماء إلى الأرض. وقلنا اهبطوا منها جميعا، اهبطوا، أول الخطاب لاثنين ثم هذا خطاب جماعة، اهبطوا، المراد آدم وحواء وإبليس، آدم وحواء وعدوهما، وعدوهما أهبطهما الله إلى الأرض. فقلنا اهبطوا منها جميعا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بدل ما كانوا في السماء صاروا في الأرض، صارت لهم مستقر يقرون فيها ويستمتعون، ومتاع، يستمتعون بما فيها من ما خلق الله سبحانه وتعالى من الأرزاق، مستقر ومتاع. والمتاع يطلق على الشيء الزائل الذي يزول، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى حين الموت أو إلى حين قيام الساعة. فالبقاء في هذه الدنيا والبقاء على هذه الأرض مؤقت، مؤقت إلى حين. فالإنسان يخرج من الدنيا بالموت، يخرج من الدنيا بالموت، والعالم كله يخرج من الدنيا بقيام الساعة. هذا هو الحين والأجل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هبط آدم إلى الأرض، وهبطت حواء معه، وهبط إبليس، وبينهما عداوة، بعضكم لبعض عدو، بين آدم وإبليس، بين آدم وحواء وإبليس عداوة، وبين إبليس وذرية آدم عداوة إلى يوم القيامة، إلى قيام الساعة، وعداوة إبليس قائمة وموجودة، ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه التحذير، قوله بعضكم لبعض عدو، فيه تحذير بني آدم من إبليس، وأنه لم ينتهي شره وعداوته، بل هو دائما يوسوس لبني آدم ويحاول إخراجهم من الطاعة إلى المعصية، ومن الكفر إلى ومن الإيمان إلى الكفر، وأن يخرجهم من النور إلى الظلمات. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات، لما وقع آدم في المعصية والمخالفة ندم على ذلك، لكنه لم يقنط من رحمة الله. وهكذا المؤمن إذا وقع في المعصية والمخالفة لا يقنط من رحمة الله، بل يبادر بالتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. تلقى آدم من ربه، ألهمه الله وعلمه الله كلمات، كلمات دعا ربه فيها. تلقى آدم من ربه كلمات، ما هي الكلمات؟ هي والله أعلم قولهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا هو الذي قاله آدم وحواء، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. والقرآن يفسر بعضه بعضا،
فإذا يكون المراد بالكلمات هي قول آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا كل عاص ومذنب من بني آدم يشرع له أن يقول هذا الدعاء عند توبته إلى الله عز وجل. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. التوب هو الرجوع، هو الرجوع، وهو الرجوع من المعصية إلى الطاعة، هذا في حق المخلوق. أما في حق الخالق فتوبة الله هي رجوعه من الغضب إلى الرحمة، من الغضب إلى الرحمة والمغفرة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تاب الله على آدم واستجاب له دعاءه وغفر له، وعادت إليه كرامته عند الله سبحانه وتعالى، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فليغتظ إبليس وفشلت خطته مع آدم، هو فرح لما أغوى آدم وأخرجه من الجنة فرح، ولكن الله سبحانه وتعالى تدارك آدم فعلمه هذه الكلمات فدعا بها فتقبل الله منه وعادت له كرامته، عادت له كرامته، وفات على إبليس لعنه الله ما أراد. ولو أن إبليس تاب إلى الله لتاب الله عليه، لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين فلعنه الله. أما آدم فإنه لما عصى اعترف بذنبه وتاب إلى الله فتاب الله عليه. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إنه أي الله سبحانه وتعالى هو التواب كثير التوبة، يتوب على عباده، الرحيم يرحمهم، وهذان اسمان من أسماء الله، التواب الرحيم، يتضمنان صفتين من صفات الله هما التوبة والرحمة من صفات الله عز وجل. وهذا فيه ترغيب لكل عاص من بني آدم في أن يتوب إلى الله فيتوب الله عليه ويرحمه، كما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قل نهبطوا منها جميعا، كرر الأمر بالهبوط، كرر الأمر بالهبوط. قل نهبطوا أي آدم وحواء وإبليس منها أي من الجنة جميعا، ولكم في الأرض، قل نهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا خطاب لبني آدم أيضا، خطاب لبني آدم أن الله وعدهم في أن يأتيهم هدى من الله، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب لهدايتهم وتعليمهم. فإما يأتينكم مني هدى، والهدى هو الرشاد والإرشاد إلى طريق الحق، هذا هو الهدى، ضد الضلال الذي هو الضياع عن الحق وعن الطريق. فكتاب الله هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كتاب الله هدى، والرسول صلى الله عليه وسلم هدى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فالرسول هدى يهدي، والقرآن هدى يهدي، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، حيث لم يترك عباده يضيعون ويتيهون، ولم يترك عباده فريسة لعدوهم إبليس، بل إنه رسم لهم منهجا يسيرون عليه ويسلمون من عدوهم. فهو لم يهبطهم إلى الأرض ليضيعوا فيها، وإنما أهبطهم إلى الأرض ليعيشوا فيها
وأنزل الله عليهم في الأرض، أنزل الله عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، لم يتركهم هملا سبحانه وتعالى، ولم ينقطع فضل الله عليهم وإحسانه إليهم، لم ينقطع رزق الله، ولم تنقطع هداية الله، ولم تنقطع عناية الله بالمؤمنين، لم تنقطع. حتى الكافرين الله دعاهم إلى التوبة ودعاهم إلى الدخول في الإسلام من أجل أن يسلموا من العذاب. فالهدى هذا للكفار والمؤمنين، المؤمنين استجابوا والكفار قامت عليهم الحجة. فإما يأتينكم مني هدى، أي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن تبع هداي، فمن تبع هداي منكم بأن تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاع الله ورسوله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف من الشيء المستقبل والحزن من الشيء الماضي. فلا خوف، من تبع هدى الله فإنه يسلم من الخوف في المستقبل ويسلم من الحزن على ما فات، فلا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى وما تركوه في الدنيا. هذه نتيجة اتباع الهدى، أن من اتبع الهدى حصل له الأمن من الخوف، وحصل له السلامة من الحزن الذي يعذب الإنسان ويضايقه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، هذا الفريق الثاني بعد إتيان الهدى، انقسم الناس إلى قسمين. القسم الأول من تبع هدى الله، إن الله سبحانه وتعالى يكرمه بالأمن المتواصل في الدنيا والآخرة وبالجنة. والفريق الثاني الذين كفروا وكذبوا بآيات الله، لم يتبعوا هذا الهدى، أولئك أصحاب النار. أصحاب النار أي الملازمون لها والعياذ بالله، فهم أصحابها، يعني أنهم يلازمونها ولا يخرجون منها أبدا، أصحاب النار هم فيها خالدون، دل على أنهم لا يخرجون من النار من موضعين، أصحاب النار هذا واحد، هم فيها خالدون هذا الثاني. فالنار هي مقر الكافرين الذين كفروا بالله عز وجل وكذبوا بآياته وبرسله، مقرهم النار، لأنها أعدت للكافرين. أما عصاة الموحدين فقد يدخلون النار بمعاصيهم، ولكنهم يخرجون منها بعد ذلك ولا يخلدون فيها، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يخلد فيها الكافر والمشرك، وأما الموحد فهو وإن دخلها بذنوبه فإنه لا يخلد فيها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية الأخرى من سورة طه، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لا يضل في الدنيا لأنه على هدى وعلى نور، يسير على نور وعلى طريق صحيح، ما يضيع ولا ما يضيع وهو في طريق واضح، طريق مستقيم ليس فيه اعوجاج، ما يضيع هذا. فلا يضل ولا يشقى في الآخرة، لأنه يكون من أهل الجنة. ومن أعرض عن ذكري، هذا الفريق الثاني، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة قيل في الدنيا وقيل في القبر، معيشة ضنكا ضيقة والعياذ بالله، هم وغم وحزن وأمراض وهموم، هذه عيشتهم والعياذ بالله، وقلق. وإن كانوا يملكون الثروات ويملكون الصناعات ويملكون ويملكون، إلا أنهم في نفوسهم في قلق وهم وحزن، لا يستريحون أبدا. له معيشة ضنكة، ونحشره
يوم القيامة يوم يجمع الله الناس جميعا في المحشر أعمى البصر، ليس له نور، في ظلام، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالله جل وعلا صدق وعده، الله جل وعلا صدق وعده، فأنزل الهدى، أنزل الكتب، وأرسل الرسل، لكن الناس انقسموا إلى قسمين، قسم قبل الهدى، قبل هدى الله عز وجل فحاز سعادة الدنيا والآخر، وقسم رفض الهدى واتبع هواه واتبع ما عليه آباؤه وأجداده من الكفر والضلال وانقاد للشيطان، فهؤلاء لهم الخيبة والخسارة في الدنيا والآخرة. فالمؤمن الذي تبع الهدى هذا يكون في راحة بال وهدوء نفس واطمئنان قلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمؤمن مطمئن القلب، مرتاح الضمير، وإن كان في فقر وحاجة من الدنيا لكن غناه في قلبه، نسأل الله الكريم من فضله، غناه في قلبه، مطمئن آنس بذكر الله سبحانه وتعالى، في نعمة وفي جنة، في جنة قبل جنة الآخرة، جنة الراحة وجنة الطمأنينة، ولا تهمه الدنيا جاءت أو ذهبت، لأن ما عنده يغنيه، غني بقلبه، والغنى غنى القلب، قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى القلب، هذا هو المؤمن. وأما الكافر فإنه في قلق وهم، حتى وإن أعطي الدنيا بحذافيرها فإن قلبه موحش متوحش، دائما يخاف ويقلق ولا يتلذذ بشيء، لأنه كافر معاند لله سبحانه وتعالى، فسلبه الله نعمة الراحة ونعمة الاطمئنان. هذه حالة الكفار في الدنيا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا عام في جميع الكفار وفي جميع دول الكفر وفي جميع أفراد الكفار، هم في معيشة ضنك. بعض الناس ضعاف الإيمان يعجب بالكفار وما هم عليه وما عندهم من سعة الدنيا، ويظن أنهم في راحة وأنهم مرتاحون، ولا يدري ما يستعر في صدورهم وفي قلوبهم، ما يدري عن هذا، إنما ينظر إلى الظاهر، وهذا من ضعف الإيمان ومن ضعف اليقين. الله تعالى يقول لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالمؤمن في راحة وفي اطمئنان، وإن لم يكن بيده من الدنيا إلا الشيء اليسير أو النزر القليل فإنه قانع برزق الله، وليس له من هذه الدنيا إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى. ما للإنسان من هذه الدنيا إلا هذه الثلاث، ما أكل فأفنى أو لبس
فأبلى، أو تصدق فأمضى، هذا اللي له. أما الباقي وإن كان ملايين وأشياء كثيرة فإنها ليست له، وإنما هي لغيره، وهو إنما هو حارس عندها يحرسها ويخدمها ويتعذب فيها، وهي ليست له هي لغيره، هذه الدنيا. لكن المؤمن عنده ثروة وعنده رصيد لا يفنى أبدا، وهو طاعة الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح، وهو في هذه الدنيا في خير، وكل ما طال عمره ازداد من الخير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما الكافر فهو إن أعطي الدنيا فهي عذاب عليه، وإن طال عمره فهو شر له. ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذا طول عمر الكافر، ليزداد إثما. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ينفتن فيه ويلهث وراه ويتعب وراه ويخاف عليه دائما وأبدا. عيشته عيشة الأشقياء، هذا الفرق بين، وهذا مصداق قول الله جل وعلا: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبهذا انتهت قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وفيها العبر العظيمة والعظات العظيمة. فيها أولا دلالة على قدرة الله عز وجل التي لا يعجزها شيء، حيث خلق آدم من تراب، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون من تراب، هذا عجيب خلق الله سبحانه وتعالى. وفيها فضل آدم عليه السلام أن الله أكرمه بعدة كرامات كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. وفيها شقاوة إبليس عليه اللعنة، وأنه لما حمله الكبر والإعجاب بنفسه وحسد آدم على ما أعطاه الله، سبب ذلك أن كفر بالله عز وجل، فحصل على الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وفيها أن قياس إبليس قياس فاسد، لأنه ظن أنه خير من آدم. لماذا؟ قال: خلقتني من نار